في شأن آخر، أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه نظرا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 300 مليمتر بمحطة هليوبلس بمصر الجديدة ضمن أعمال المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، الأمر الذي سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق شارع الحجاز ومتفرعاته ومنطقة جامع الفتح اعتبارا من الساعة 9 صباح اليوم الخميس وحتى الساعة 5 من مساء نفس اليوم. وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وأكدت قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة. في حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.